السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل البطاطا بالبشاميل بالجوز الهند بالطعم الجميل. يلا ان شاء الله، يلا نشوفه هنعمل ايه. عندنا 2 كيلو بطاطا سلقناها وقطعناها، هنهرسها، نهرسها كده. البطاطا بتبقى جميلة وبتدفي في الشتاء. نحط لها كوباية جوز الهند ونص كوباية سكر. معلقة زبدة. نحبسهم كويس في بعض كده. البطاطا جميلة وبتدفي والأطفال بيحبها كويس قوي. نعمل البشاميل بعد ما نخلص ده. بطاطس اتهرست حلو، حطينا عليها جوز الهند وحطينا معلقة زبدة. يلا بينا نعمل البشاميل. نعمل البشاميل، حطينا معلقتين زبدة، نحط 4 معالق دقيق كبار كده، نقلبه كده لحد ما يستوي الدقيق مع الزبدة. اللي أول مرة يشوف القناة يعمل لي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك عشان يوصل لكم كل جديد، وعايزة الكومنتات الحلوة بتاعتكم كده. ننزل على البشاميل ب4 كوبايات لبن. مش مرة واحدة عشان نعملش تكتلات كده. عندنا كوباية من سليق البطاطس بالبطاطا سوري، نحطها معاه، بتديها طعم حلو. نحط حبة فانيليا، باكو فانيليا كده، نقلبه لحد ما يستوي. نحط السكر، كوباية سكر، مش عايزين نكتر عشان البطاطا محلية. نقلب لحد ما يستوي، ايدك فيه كده عشان ما يكلكعش، ما يعملش تكتلات. البشاميل استوى، بص احنا مش عايزين تخين، حلو كده. اعمله كده عشان ايه ما يبقاش تخين قوي في البطاطا وتبقى تخينه قوي وماسكه، مش هتبقى حلو. يلا بينا نحط على البطاطس البطاطا. نحط حبه كده من البشاميل عليها ونقلبه كويس. انا بشكر حبايبي اللي متابعيني وبيعملوا لي اشتراكات على القناه بتاعتي ولايكات وتفعيل الجرس وبيبعتوا لي كومنتات حلوه بيشكروا في قناتي. انا متشكره لهم جدا جدا، ويعني وربنا يديم يا رب بينا التواصل. نجيب الصينيه او بايركس، نحط فيها حبه زيت كده مش كتير، نمسحها بالفرشة كده.
البطاطا، الحاجات دي كلها بتدفي في الشتاء، بس ما نكترش منها. حاجة جميلة جميلة جدا، نحط عليها البشاميل. حكاية حكاية البطاطا دي جميلة جدا. بصوا بقى اللي عايز يحط عليها كريمة، عايز يحط عليها مكسرات يحط عليها، بس انا مش بحب الحاجات دي كلها علشان ايه، زيادة الوزن. جميلة هيت، يلا نحطها في الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. خلصنا البطاطا، الطاجن اللي بالبشاميل جميلة جدا، هتعجبكم. اللي اول مره يشوف القناه يعمل اشتراك في القناه ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكلها جميل ازاي وطعمها هيبقى حلو قوي، جربوها. طعم حكايه، وبالذات اما بتبرد بتبقى طعمها حلو قوي. وبالهنا